مساكم الله بالخير. اليوم الخميس ومن مجلس الأمة نستمر بالضغط واستمر بالمطالبة بإنصاف المتقاعدين، وأذكر بما قلت من اليوم الأول بأن الخيار متاح للحكومة بقرار منفرد من السلطة التنفيذية. نعم، كانوا يبون بقانون، مشينا وياهم في مسلك القانون، تخلفوا عن إقراره بجلسة عامة، دعينا لجلسة خاصة. والآن أنوه بأن الخيار من البداية وحتى الآن متاح في قانون التأمينات الاجتماعية لمجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية هو الأخ الفاضل عبد الوهاب الرشيد وزير المالية. إذن الموضوع ما بين عبد الوهاب الرشيد رئيس التأمينات وعبد الوهاب الرشيد وزير المالية مع حفظ الألقاب، وندعوه. والقانون خوله توزيع فوائد، توزيع أرباح، توزيع معاشات، كله متاح بالقانون الحالي، ولا توجد أي حاجة لإقرار قانون جديد من مجلس الأمة، خاصة بعدما اتفقت الحكومة مع المجلس على استبعاد رفع سن التقاعد، واللي هو يحتاج أن يتم إقراره بقانون. أما مسألة أن تقوم الحكومة بسداد العجوزات للمؤسسة، هذه أصلا مقررة بالقانون الحالي، وعمل قانون لها جديد هو تزيد تشريعي. ومسألة توزيع الأرباح أو المشاركة فيها أو توزيع معاشات أو فوائض من الأموال، كل هذه العبارات أيضا متاحة في القانون الحالي. لذلك دعوة للحكومة لتلبية الرغبة النيابية والمطالبة الشعبية والتوجيه السامي باتجاه إنصاف وأكرام المتقاعدين، وندعو أن يتم ذلك سريعا وأن يتم ذلك فورا، خاصة وأن الأفاضل عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أكدوا بأن الأموال مرصودة والكشوف جاهزة، ولا ينتظر الموضوع سوى أمر تنفيذي لتطبيقه وتنفيذه.